بريكال بلكسس. بريكال بلكسس هي نتورك من النيرف فايبرز ميد من السباين نيرف اي سباين نيرف سي 1 للسي 8 بالاضافه للتي 1 يعني من السي 5 سوري مش السي 1 من السي 5 للسي 8 بالاضافه ايش للتي 1 هذول بيعملوا نتورك من ايش من النيرف فايبرز سميناها ايش البريكال بلكسس. البريكال بلكسس موجوده في الروت من ايش بين ايش يعني بريكر بلكسس البريكر بلكسس شيء البريكر بلكسس هي نتورك من النيرف فايبر في النهاية بتعطيني هذول الفايف برانش تمام. أول برانش هو الأكسيلر هاي شايفينهم أعطتنا إيش فايف برانش داخل الأكسيلر. هذول الفايف برانش راح إيش مسؤولين عن الإنيرفيشن للمسلس تاعت الأبر لين واضح. هذول هم إيش هم بياخذوا كل الإنيرفيشن كل المسلس تاعت الأبر لين هي تكون إنيرفيتد أو سبلايد باي ذيس فايف نيرفز تمام. طيب اول واحد نيرف ما نحكي عنه اللي هو الماسكولوكوتينوس نيرف. الماسكولوكوتينوس نيرف هي بيطلع من البريكسس وبيدخل مباشره في هذا اللي شايفينه. الماسكولوكوتينوس نيرف ايش مسؤول عن المسلز تاعت الانتيرير كومبارتمنت للارض اللي هو ايش بايسبس بريكيالس كوراكو بريكيالس تمام. نيرف اللي له شو راح تاثر اكثر شيء راح يتاثر الفليكشن. الفليكشن تاع ايش تاع الالبو جوينت بالنسبه للمسكول كوتينوس. طيب انا راح اضبط لكم اياه الاشياء المهمه وخليه. طيب خلصنا من المسكول كوتينوس نيرف بيجي على السكند نيرف اللي هو ايش الاكسيلري نيرف. الاكسيلري نيرف فيش فيه تو things important about the axillary nerve. The first اللي هي ايش؟ البوزيشن الاناتوميكال بوزيشن اللوكيشن بتاعه. ايش شغله مهم بالاناتوميكال بوزيشن بتاعه؟ انه بيمر مباشره من تحت الشولدر جوينت، يعني هذا احنا بنطلع من الخلف، هو اجى من الامام دخل عن طريق الكوادرانجلر سبيس وصل للخلف، تمام؟ هون البوزيشن تحت البوزيشن تحت اول شيء تو important things انه البوزيشن تاعه تحت الشولدر جوينت لذلك اي انفيريور ديسلوكيشن بالشولدر جوينت ممكن يعمل ايش انجري بهذا النيرف. الشغله الثانيه انه قريب من ايش من السيرجيكال نيك اي فراكتشر بالسيرجيكال نيك ممكن يصير عندنا ليجن بهذا النيرف. هذا النيرف شو بغذي؟ بغذي تو مسلز ديلتويد وايش واحده بنسميها ترس ماينر. لما تدرسوا معنا راح تشوفوا انه ترس ماينر بغذيها الديلتويد. خلينا من ترس ماينر خلينا بالديلتويد. الديلتويد ايش بتعمل؟ اكثر شيء مسؤولين مثل فايبر مسؤولين ايش عن الابدكشن. في عندنا ابدكشن بلش اول 15 ديجري سوبرا سباينيتس بعدين من 15 ل 19 ديجري هذا مسؤول عنها الديلتور. اذا اذا صار عندنا اكسلري نير اكسلري نير ممكن يصير في لو انجري نتيجه ديسلوكيشن شولدر جوينت او فراكتشر بيش السيرجيكال نيك. شو ممكن يصير عند المريض اللي عارف شو بصير عنده؟ بصير عنده مشكله ايش في الابدكشن من 15 ل 90 هذا المريض ما بيقدر يرفع مثل اول 15 ديجري بيعملها عادي بسوي عن السوبرا سباينيتس. بعد ال 15 ديجري بصير عنده ايش؟ مشكله بصير عنده ويكنس لا ابدكشن بتيجي ايش؟ انجري في ايش؟ في الاكسلري نيرف. ايش بعدين؟ تمام احنا حكينا المسلز امبارح حكينا المسلز المسؤول اللي بتعطي الشيب للشولدر شو اللي هي ديلتويد صح؟ تمام؟ ديلتويد اذا صار في انجري في الاكسلري نيرف بصير احنا يصير عندنا ايش؟ فلات شولدر بصير عندنا اتروفي بهذا المصر فالمصر الشولدر بيفقد هذا الشكل تاعه الدور تاعه تمام؟ بصير عندنا ايش؟ ديفورم شو بنسميها؟ فلات شولدر. الراديال نيرف، الراديال نيرف عن ايش مسؤول؟ بغذي الاكستنسور الباك للارم والباك للفور ارم صح؟ الباك للارم شو بغذي؟ شو بغذي؟ ترايسبس شو بتعمل؟ اكستنشن تمام؟
والمسلس هذول في الباك للفورار اكستنشن ايش للرست تمام. اذا اذا صار عندنا مشكله بالريديان نير اتوقع يا يعني بصير في عندك مشكله في الاكستنشن بتاعت الالبو او مشكله في الاكستنشن بتاعت ايش بتاعت ايش الريست جوينت. وين الاماكن اللي ممكن يصير فيها انجري في الريديان نير؟ هذا ريديان نير تمام. الريديان نير هذا بتطلع احنا من الخلف تمام. هذا احنا بنطلع السكابلا من الخلف. الريديان نير بيجي من البريكير نكسس الموجود اصلا بالاكزيلا وراح يدخل على الخلف على الباك للار عن طريق اللي هي تريانجولار سبيس. دخل وبمشي ايش بجروف موجود على الاستيريور سيرفيس للهيمرس. هذا بنسميه الريديان جروف لانه بمشي فيه الريديان نير. لذلك هون اي فراكشر بتصير في الشافت بتاع الهيمرس ممكن يعرض ايش يصير في الانجري بوينت بالريديان نير تمام. هون شو ممكن يصير المريض؟ شو يصير عندنا ايش اسمه اكثر شيء دائما بالريديان نير بنربطه الريست دروبس. الريست دروب ليش؟ لان المصل هذول بطل يشتغلوا فصار عندنا الاكشن بتاع الفلكسور تسحب دائما ايش الريست للامام ما في شيء يوزيها من الخلف. فصارت الهاند دائما بحكي للمريض الهاند بيرفع ايديه اذا في عنده مشكله بالرايت ريديان نير في عنده ايش ما بيقدر يرفع هذه الحرف يعني هذا طبيعي بيرفع ايديه عادي اما بالشمال اليمين اللي هم عنده في عنده انجري في الريديان نير في عنده ايش ريست دروب. ليش؟ لانه الريست الاكسبنسر بتاعت الريست فبيجيهم مش نيرف سبلاي مشكله في الريديان نير تمام. فالاكشن بتاع الفلكسور بيسحب دائما ايش الريست لتحت تمام. واضح؟ اذا الريست دروب مرات بيحكوا انه اذا عندنا عندنا هون هو بيعتمد كمان الريديان نير اي مكان بيصير فيه يعني هون عاده بيحكوا لك اذا صار الفراكشر بالشاف وسط الشاف بتاثر الريديان نير بصير عندنا ريست دروب. بس بحكي لك انه الاكستنشن بتاع الالبو جوينت ما تاثرش كثير. ليش؟ لانه بالعاده اللي برانشز شايفين البرانشز اللي بتعطي الترايسبس بوزيشن بتاعها اعلى تمام؟ واضح؟ فبتاثر عاده مصر على الباك الارض المصر بتاعت الترايسبس ما بتاثر. ليش؟ لانه عاده مثل ما حكينا البرانشز اللي بتغطي الترايسبس بتطلع من ليفل عالي من الريديان نير. واضح؟ شايفين هذا هون ايش؟ هذا اسمه ايش؟ طيب الألما النير ألما النير شو بغذي؟ الألما النير بغذي إيش؟ ما ألوش تأثير كثير هون تمام؟ أخر شيء تأثيره وين؟ بالهان. شو بغذي بالهان؟ طب شو حكينا؟ شو من المصص بغذي من الألما النير؟ أول شيء بالمر انتروسي دوسر انتروسي بالمر انتروسي شو بتعملوا؟ دوسر انتروسي ابدكشن وادكشن للفينجرز. اذا ممكن من الاشياء بتاثر بالالنا النيرف انه الابدكشن والادكشن للفينجرز. ليش كمان؟ هي الادكتور بولسز بتعمل ادكشن لانه مصر واحده بتعمل ادكتور للثمب ادكتور بولسز اللي حكينا انها تولد هاي بغبيها كمان الالنا النيرف. واضح هاي ممكن تتاثر. ايش كمان عندنا؟ الهايبوثينر مصلز هايبوثينر مش الثينر هايبوثينر مصلز هذول كمان بغبيهم الالنا النيرف تمام. ممكن يصير عندنا اتروفي بهذه المنطقه. ايش كمان عندنا؟ الميديال تو لامبريكنز هذول بغبيهم مين؟ الالنا النيرف. خلينا نشوف الالنا النيرف وين ممكن يصير له فراكتر او ما وين يصير ممكن يصير له ايش ايجنت. طيب هذا الالنا النيرف بينزل الثاي بيمشي خلف ايش؟ خلف الميديال بكوردايت فراكتر بالميديال بكوردايت ممكن ايش تعمل ليجن بالالنا النيرف تمام. بعد ما يتعدى من خلف اذا الميديال بكوردايت اي فراكتر فيها ممكن ايش يصير فينا ليجن بالالنا النيرف. بعد ما يدخل خلف الميديال بكوردايت يمشي بين التو هيكس تاعت الفليكسور كارديا النيرف تمام. اي مشكله هون كمان بين الكور ماشي بين التو هيد تاعت المسلز هذه اذا صار انفلاميشن في هذول التندون ممكن يعرضوا ايش؟ لانجل او يصير في ليجنز او يصير عليه كومبريشنز تمام؟ وين كمان ممكن يصير فيه؟ الكاربل تنل ممكن يصير فيه الالنا النيرف؟ لا الكاربل تنل لانه شايفين ما بمر تحت فليكسور ريتيناكيولوم بس هو بمر اضاف الفليكسور ريتيناكيولوم بس هون كمان هو عرضه يصير فيه ليجن. ليش؟ لانه اي جرح هون عميق شويه
ممكن ايش كونه قريب من السيرفس ما هو مثل الفليكسر فيناكولم ممكن يصير في عندنا انجري ايش في هذا النيرف تمام واضح شو الاشياء اللي ممكن تصير تمام الديفورمتي عادة اللي بتصير نتيجة الأنا نير إنجري بنسميها إيش؟ كلو هاند أو البارشل كلو هاند كلو هاند كلو هاند كلو هاند اللي إيد النخلة تمام؟ هذا الكلو هاند ليش بتصير؟ كلو هاند بتصير لأنه عندنا مثل ما حكينا قبل شوي في عندنا فور لامبريكنز تمام؟ اللامبريكنز الميديا تو لامبريكنز مين بغذيهم؟ الأنا نير اللاترال تو لامبريكنز بغذيهم إيش؟ الميديا تمام اللامبريكنز كانت الاكشن تاعهم ايش فليكشن للميتاكاربال جوينت فليكشن لهذا الجوينت واكستنشن لهذول الجوينت تمام طيب اذا صار عندنا مشكله في هذا الفليكشن والاكستنشن لهذول الجوينت نلاقي انه هذول الفينجرز صار عندنا مشكله بالان نير واللي بغذي اللاترال سوري الميديا تو لامبريكنز معناته راح يصير عندنا هذول مشكلة في هذا الجوينت راح تلاقي انه تبع الرينج فينجر والليتل فينجر راجعين للخلف هيك البوزيشن شايف تمام الخلف صار عندنا اكستنشن هون وفليكشن هون عكس الاكشن تاع اللامبريكنز تمام هذا ايش صارت الايد ايش بشكل المخلب يسموها الكلو هاند كلو هاند ديفورميتي اذا هي انديكيشن ايش ان النيرف انجري واضح تمام الايب هاند تاثر ايش طم هذا ميديا واضح الميديا نيرف خلينا نشوفه مره ثانيه الميديا نيرف بتصير له فراكشر اكثر شيء طبعا الميديا نيرف اكثر شيء بتصير له فراكشر اذا في عندنا اذا هو حول حكينا انه يدخل بالكيبيتال فوس امبارح بمر بتوين التو هيت تاعت البرونيتر تيرس بين التو هيت تاعت البرونيتر تيرس هناك ممكن يصير في اللي هو ايش؟ شو ايوه هون يمكن الصورة اللي فات حطيناها افضل هذا البرونيتر تيرس هذا هيت وهذا هيت تمام هون بنصيهم تمام؟ اي مر بين هذا الهيت وهذا الهيت هون عم ينصت عم بيصير ريفليكشن لهذا الهيت تمام؟ اذا هو بين التو هيت للبرونيتر تيرس هناك ممكن يصير في له كومبرشن ما كمان ممكن يصير له كومبرشن داخل ايش؟ اللي هو الكاربال تانل سيندروم داخل الكاربال تانل شو بصير عندنا بالشو اسمه بال يعني شو الاشياء اللي ممكن تاثر بالميديا نير اذا صار عندنا ليجنز في منطقه الالفو شو الاشياء اللي بتاثر؟ منطقه الالفو المسلز هذول الفليكشن تاع شو اسمه راح يتاثر كثير في الويكنس لانه معظم الفليكسر مسلز بغذيهم الميديا نير بالثاي شو بصير بالهاد شو بصير عندنا؟ طبعا اكيد اكيد الاتحاد اذا سالتك شيء عن الالبو جوينت هذول المسلز راح يتاثروا اذا صار عندنا ليجنز في الالبو جوينت المسلز تاعت الفور ار راح يتاثروا اللي بيعمل فليكشن تمام والمسلز تاعت الهاند تمام واضح اما اذا صار الليجن هون بس بس المسلز تاعت الهاند شو بصير عندنا بالهاند سيمنا الكاربل اللي نسيته بساعات الكاربل نسيته ايش النامنس والبيرنينج سنسيشن والاشياء هذا على الناترال اسبكت البارز والفنجرز وايش كمان عندنا؟ بصير عندنا اتروفي بهذول المسلز بالثينر مسلز وايش بصير في عندنا؟ ايب هاند ديفورمتي الايب هاند ديفورمتي انه المريض دائما ايش؟ صمت له من خلف تمام؟ يعني الثينر مسلز في عندنا كمان ايش بصير كيف ايش بصير كمان بالميديا نير انجري انه لما تخلي المريض تحكي للمريض اعمل فيست اعمل كاصابع اعمل فيست قبضه تمام هذول الاصبعين بصير عندنا شيء اسمه بنكشن اتيتيود بنكشن اتيتيود هو هو مصطلح كانه المسيحيه حركه هاي لها معنى مش عارف بالضبط ايش هي بس هي هذا اللي بعرفه انه هذول الفينجرز الاندكس لما تخلي المريض يعمل فيست تمام الاندكس والميدل فينجرز ما بينزلوا ليش ما بينزلوا؟ لانه اللاترال لامبريكنز هذول تاثروا اللاترال لامبريكنز بتعمل فليكشن بالميتاكاربوبرينجيال جوينت صار فيهم باراليسيس
تمام؟ فالمريض ما راح يقدر ينزل هذول السبعين. واضح؟ تمام؟ في أي أسئلة عن أوبر ليمز؟ أوبر ليمز في أشياء ممكن اللي ما انتبهش للمحاضرات المالحة ولسه ما درسش يحكي هذا شو اللي بيحكي، تمام؟ هي أشياء كثير بسيطة جدا، بس أنت جمعهم لما تيجي تدرسوا جمعوهم مع بعض وحاولوا دائما أنتم تحكوا اعملوا ميد سنس من الأشياء اللي بتدرسوها. النيرف شو الأشياء اللي ممكن مثلها. هذا الفايل راح أعطيكم لكم إياه، هذا الفايل كثير مهم. شرح حكيت هلا مبتدئ، هذا الفايل أتليست من 3 إلى 4 أسئلة بيجي عليه، مش لحاله يعني هو ربط مع الأشياء هاي الكيسز خافوا منها اللي كنا نحكيها كلها. تمام؟ واضح؟ ناخذ 5 دقائق، دقيقة خلص؟ ايش؟ كيف هاي كلها؟ خلص خذوا وقت، بعد ما ياخذ الدم شوي وبعدين يرجع.